أنا الرقيب أول بفرع الأمن السياسي محمود علي حسن من محافظة طرطوس، رقم العسكري 79540، وأخدم في محافظة حلب منطقة عفرين، وأنا الآن في قبلة الجيش السوري الحر، وناشد سيادة الرئيس بشار الأسد والقيادة جميعا الذين تخلوا عنا. نحن الأسرى من الطائفة العلوية بين مقامه لعملية تبديل أسرى من إيران مقابل أسرى من سوريا في خطوة غريبة جدا. أقول لهم: ألسنا أهلكم ونقاتل معكم؟ لماذا هذا التخاذل من قبلكم؟ أم هي الحقيقة التي كانت خفية؟ أناشدكم أن تنظروا في حالنا وفكوا أسرنا، فنحن أبناءكم، أرجوكم فكوا أسرنا.